زي تمام كيف فين؟ راح ودي عند اختها. زوجتك؟ مراته. زوجتك يعني؟ راح ودي عند اختها. اهلا وسهلا. ودي بنتك؟ ابني ده باشا. ابنك ما شاء الله. ابني يا باشا. حرام عليك يعني خطر جدا ولا في خوذه ولا في حاجه. واحده واحده والله ماشي مفيش حاجه. لا لا. لكن صامت طيب واحده واحده ماشي واحده واحده. بتشتغل ايه؟ بشتغل دليفري. ها؟ دليفري. ساكن فين؟ ساكن في 4:30. تكسب كام في اليوم؟ الساعة ب 10 جنيه ونص الخدمة طبعا. اشرح لي أكتر. يعني اشرح لي أكتر، اشرح لي أكتر. الساعة ب 10 جنيه ونص الخدمة طبعا. يعني باخد نص الخدمة، لو مثلا الموزة ب 6 جنيه آخد 3 جنيه. لو مشوار ب 10 آخد 5. متسكر أنا متسكر معاك. لا متسكر أنا. متسكر أنا. متسكر أنا. ولو مشوار بعيد مثلا ب 20 انا اخد 10 وهم 10. شكرا.